بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر. هذا سكين وذلك مقص. هذا اسم إشارة مبتدا، سكين خبر، الواو حرف عطف، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، واللام لام البعد، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهي اسم إشارة للبعيد. مقص خبر، خذ هذا السكين وقطع الخبز. خذ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهو منعوت. السكين نعت منصوب لأنه يتبع المنعوت في إعرابه، الواو حرف عطف، اقطع فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. الخبز مفعول به بالفعل اقطع. ركبت الحصان فذهبت إلى الغابة. ركبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الحصان مفعول به منصوب. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذهبت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. إلى حرف جد يدل على انتهاء الغاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الغابة اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل ذهبت. أين القدح يا أمي؟ هنا يا ابني. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ القدح مبتدا مؤخر. يا حرف نداء أمي منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التقدير أما لي هنا اسم إشارة ظرف مكان وهو متعلق بخبر محذوف. يا حرف نداء ابني منادى وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. تقدير الجملة أين القدح يا أمي؟ القدح كائن هنا يا ابني. أين الدجاجة؟ هناك في الدار. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ الدجاجة مبتدا مؤخر. هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان وهو متعلق بخبر محذوف، والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. في حرف جد يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الدار اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. التقدير أين الدجاجة؟ الدجاجة كائنة أو موجودة هناك في الدار. عطشت كثيرا فشربت قدحا ماء. عطشت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل، كثيرا مفعول مطلق منصوب وهو في الأصل نعت للمفعول المطلق، والأصل عطشت عطشا كثيرا فحذف المنعوت أعني عطشا وأنيب عنه نعته أعني كثيرا، ولذلك تقول كثيرا هو نائب مفعول مطلق. فحرف عطف شربت فعل ماض والتاء فاعل، قدحا مفعول به بالفعل شربت، ماء تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الرجل غني وذلك فقير. هذا اسم إشارة مبتدا وهو منعوت. الرجل نعت، غني خبر المبتدا أي هذا. وحرف عطف ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، واللام لام البعد، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهي اسم إشارة للبعيد. فقير خبر المبتدا مرفوع. قطعت الخبز بالسكين. قطعت فعل ماض والتاء ضمير متصل فاعل، الخبز مفعول به، بحرف جر
مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. السكين اسم مجرور، والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل قطعت. هات قدحا ماء، هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، قدحا مفعول به، ماء تمييز منصوب. اشرب فنجانا شايا، اشرب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، فنجانا مفعول به، شايا تمييز. هذا قليل وهذا كثير، هذا اسم إشارة مبتدا، قليل خبر، وحرف عطف، هذا اسم إشارة مبتدا، كثير خبر. والجملة الإسمية معطوفة على الجملة الإسمية التي قبلها، هذا غني وهذا فقير، هذا اسم إشارة مبتدا، غني خبر، وحرف عطف، هذا مبتدا، فقير خبر. التلميذ يقرأ درسه أمام معلمه، التلميذ مبتدا يقرأ فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا، درس مفعول به منصوب، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أمام ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف، معلم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل يقرأ. معلم مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. قرأت درسي أمام معلمي، قرأت فعل ماض، والتاء ضمير متصل فاعل، درسي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير درسا لي، أمام ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف، معلم مضاف إليه مجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل قرأت. معلم مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. أين الفرس؟ هناك، وراء الدار. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ الفرس مبتدا مؤخر، هنا اسم إشارة متعلق بخبر محذوف، أو تقول هناك اسم إشارة متعلق بخبر محذوف. وراء ظرف مكان منصوب، وهو مضاف، الدار مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف. التقدير أين الفرس؟ الفرس كائن، هناك، وراء الدار. اقطع الخبز، اقطع فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، الخبز مفعول به منصوب. أين قلم الحبر؟ أين اسم استفهام خبر مقدم؟ قلم مبتدا مؤخر، وهو مضاف، الحبر مضاف إليه. هات قلم الرصاص، هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، قلم مفعول به، وهو مضاف، الرصاص مضاف إليه. المهر يركض وراء الدار، المهر مبتدا يركض فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. وراء ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو مضاف، الدار مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل يركض. هات المملحة يا بنتي، هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، المملحة مفعول به منصوب، يا حرف نداء، بنت منادى، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير بنتا لي. العجل يشرب الماء، العجل مبتدا مرفوع، يشرب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا، الماء مفعول به بالفعل يشرب. والله أعلم بالصواب.